السلام عليكم. الصوت واصل؟ الصوت واضح؟ السلام عليكم. الصوت واضح يا جماعة ولا ايه الأخبار؟ ايه الاخبار؟ النهارده المحاضره 19 ولا المحاضره ال 18؟ 19 اكيد. بتهيألي في 17 محاضره بس هم اللي في المنتدى، فدي المفروض تبقى 18، ولا في حاجه انا ملخبطه فيها في العد ولا ايه؟ عموما طبعا كلنا لاحظنا المشكلة اللي حصلت في المنتدى، وفضل المنتدى عطلان حوالي يومين أو يمكن ثلاثة، مش فاكرة، 3 أيام تقريبا. والحمد لله المنتدى رجع بالسلامة، و يعني لاحظت ان التطبيق اللي فات للأسف حوالي أربعة أو خمسة بس هم اللي عملوه. في مشكلة في الصوت ولا ايه؟ هيام انتي سامعاني؟ الناس كلها سامعة يا شباب؟ طيب الحمد لله. اهلا يا عمرو، الحمد لله على السلامة. الصوت واضح. طيب الحمد لله. انا بس عايزة اعرف الناس اللي ما عملتش التطبيق، هو في شوية حاجات كده عايزين نتكلم فيها النهاردة قبل ما نشتغل. اول حاجة عايزة اتكلم فيها موضوع التطبيقات، ليه قليلة قوي كده. انا فوجئت ان في تقريبا 5 بس اللي عاملين تطبيقات. في ناس كمان كانت متعودة تعمل التطبيقات على طول، فوجئت ان هي مش عاملة حاجة. ف يعني يا ريت نحاول بس نتابع علشان الدنيا ما تتراكمش معانا. في كمان طبعا في ناس، انا في نص المحاضرة ان شاء الله هناخد بريك لمدة 10 دقايق، علشان في ناس بتسجل وبتبقى عايزة تعمل سيف للمحاضرة وتكمل بعد كده، فهيبقى في سيستم ان شاء الله ان احنا هندي بريك صغير كده بس عشان الناس تلحق تعمل سيف لتسجيل المحاضرة. وبعدين في بقى حاجة مهمة جدا دي لازم اكلمكم فيها دلوقتي، وهرجع اخد رأيكم يعني او اشوف توصلتوا لايه بعد البريك، عشان النقطة دي مهمة جدا. دلوقتي يا جماعة في مشكلة في موضوع التسجيل. الناس اللي جزاهم الله يعني خير عننا كلنا يا ربي، وعن اي حد بيتفرج على المحاضرات بتاعتنا وبيتابعها، اللود عليهم فظيع، اللود عليهم فظيع، لان هم مش بيسجلوا معانا بس، بيسجلوا في محاضرات كتير، ومش بيسجلوا بس، بيسجلوا وبيمنتجوا وبيرفعوا على المنتدى وعلى اليوتيوب، فاللود عليهم مرعب. ف يعني انا بقول لكم دلوقتي برجاء ان يعني تتدارسوا كده مع بعض، حد او اتنين يتطوع معاهم ان هو يأسست ويسجل معاهم، لان كده مش هينفع. وبعدين يعني الناس تعودت انها بتلاقي المحاضرة بعديها بيوم يومين بالكتير، والمحاضرة جاهزة وخلاص، ويعني هي اتعملت كده
السحر طبعا ده مش صح يعني. الناس فعلا في ناس بتتعب جدا، والناس دول على فكرة يعني أوصوني إن أنا ما أقولش هم مين يعني، وجزاهم الله كل الخير فعلا يعني، ربنا يكرمهم. بس I can help. طب عظيم اهو، ادي ابو بكر جزاك الله خيرا. يبقى ادي ابو بكر يتواصل معاك يا عمرو، وتظبط مع المجموعة اللي بتسجل، ولو امكن ان يبقى في حد كمان برضو، لان المشكلة ليها كذا شق. الشق الاولاني ان ساعات الناس اللي بتسجل النت بتقع منهم، فمبقاش في باك اب يعني، بيبقى في التسجيل ده، ولو حاجه وقعت يبقى خلاص مش هنلاقي ليها باك اب تاني. ثانيا هم زي ما قلت بيشتغلوا في محاضرات كتيره قوي، ومش بيلحقوا يعملوا تطبيقات، لدرجه ان انا ان شاء الله يعني عمرو بمشيئه الله تعالى هيعمل لهم موضوع مخصوص اسمه تطبيقات المشاركين في التسجيل، في تسجيل المحاضرات يعني، ودي تبقى بس للناس اللي بتسجل، عشان دول غصب عنهم من كتر اللود اللي عليهم بيتأخروا شوية عن تطبيقاتنا، فهم دول يعني لا حرج عليهم في التأخير، وأنا هتابعهم وهيبقى ليهم اهتمام خاص، هيبقى ليهم موضوع لوحده بيحطوا فيه تطبيقاتهم بقى بالترتيب اللي يعجبهم بالوقت اللي يعجبهم، لأن دول فعلا يعني أنا مش قادرة أقول لكم يعني مجهودهم جبار قد ايه. فاحنا يعني في البريك ان شاء الله الناس اللي هتبقى موجوده تظبط مع بعض ومع عمرو ويشوفوا السيستم ازاي بالظبط، علشان يعني الموضوع يبقى يعني ماشي مظبوط، وفي نفس الوقت متوزع الايفورت على الناس كلها بنوع من الايه من العدل شويه، عشان ما يبقاش حد شايل كل المجهود وحد تاني مجرد ان هو بيحضر وبيتابع على اليوتيوب وخلاص. فانا شاكره جدا مبدئيا لاستاذ ابو بكر جزاك الله خيرا كثيرا، ولو حد تاني برضو عنده استعداد نكون شاكرين جدا، والموضوع بسيط، هو يشغل بس كامتاجيا وهو بيحضر المحاضره ويسيف، ولو يتفهموا بعد كده مين هيرفع. ايوه دي استمارة التطوع كمان، وحاجه رائعه جدا اهو. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه موضوع الاربع الجاي. طبعا هو في حد قد ايه مش مصريين حاضرين معانا دلوقتي؟ في حد مش مصري حاضر معانا حاليا؟ كم واحد؟ سهام فلسطين مش كده على ما افتكر، صح؟ وفي من تونس حبايبنا والله عمالين، وجزائرية سهام، ده انا كده اللي غلطانه، لان على فكره سهام انا مولوده في بجايه، فالجزائر ليها مكانه خاصه جدا في قلبي يعني، مولوده في بجايه وعشت فيها شويه يعني، ومنعين ان انا اشوفها تاني بصراحه يعني. المكان ولا الجنسيه؟ لا انا بتكلم لا المكان او الجنسيه، لان يوم الاربعاء طبعا له ظروف خاصه هنا في مصر، فانا بسال ليه الناس اللي في مصر، في يعني ناس هتنزل 25 يناير يعني، فلو في مجموعه منكم كبيره هتنزل فانا هلغي المحاضره. ربنا يخليك يا سهام، والله يا انا سعيده ان معايا واحده شقيقه جزائريه يعني، وطبعا الاخوه التوانسه احنا بنحاول نحصلكم باي شكل والله ادعوا لنا. طيب نرجع تاني للموضوع المهم، الناس اليوم الاربع هو I have here the same Germany. هو استاذ ابو بكر حضرتك اللي بتحضر معانا من المانيا؟ طب الحمد لله. حضرتك مصري اصلا؟ عظيم ما شاء الله، ربنا يبارك في حضرتك. طيب نرجع للسؤال تاني.
وممكن يعني حتى لو عايزين تأجلوا إجابة السؤال ده لبعد البريك، الناس اللي هتنزل 25 يناير، أنا بصراحة يعني أنا مش عارفة لغاية دلوقتي هعمل إيه، بس يعني مش عارفة هيبقى ممكن نعمل فوت، لأن بتهيألي في ناس كتيرة حتى من اللي مش هتنزل هيبقى يمكن استعدادها النفسي إنها تقعد وتحضر محاضرة، هتبقى عايزة أكتر تتابع الأخبار إيه اللي بيحصل في البلد. ده في ناس حتى ناس لو هي برا مصر يعني طيب اعمل فوت، ولا خلي الفوت اقول لكم خلي الفوت في البريك احسن علشان يكون العدد زاد عن كده خلاص. فحطوا بس الموضوع ده ان مايند عشان نشوف هنعمل ايه يوم 25، ويا رب يا رب الفوت اكتفي. عايز المحاضرة؟ لا اوكي مفيش مشاكل، بس هخليه بقى في البريك عشان يكون بقية الناس وصلت، لان في ناس بتتأخر عادة يعني. طيب كويس جدا، احنا نبدأ بقى نشتغل. احنا من المرة اللي فاتت واحنا بنشتغل في السب اوبجكت ليفل، او ممكن نسميها حاجة تانية اسمها البوكس موديلينج. بوكس موديلينج يعني انت بتبدأ بشكل، مش شرط يكون بوكس على فكرة، بوكس موديلينج يعني بتبدأ بشكل جاهز من الحاجة اسمها اوف شيلف جيومتري، اللي هي الاشكال الجيومتريز اللي اوريدي جاهزة عندك في ال 3 دي ماكس، بتبدأ بيها وبتبدأ تعمل بيها اشكال تانية او حاجات تانية بالامكانيات اللي احنا بدأنا نعرض شوية صغيرين منها المرة اللي فاتت، وعملنا منها التشالندر او النجفة. فالمرة دي هناخد حاجات تانية، لان لسه في حاجات كتيرة قوي، امكانيات كتيرة قوي في موضوع البوكس موديلينج ده. انا برضو بتهيألي انها 18، انا مش عارفة يعني مش عارفة 19، هو المفروض ان هو في المنتدى لغاية رقم 17. هو في محاضرة في النص ما تسجلتش ولا ايه بالظبط؟ انا مش عارفة بصراحة، ما علينا. طيب هي اساسا يعني اللي فاتت دي كانت 18 يعني؟ اوكي طيب فهمت. اوكي طيب خلاص، خلينا بقى ايه نعمل شير للسكرين. كله غير اساميه يا جماعه عشان اغير جست 36، ما غيرش اسمه و 12 و11 و8. فلو سمحتوا نغير اسامينا حالا علشان انا اول ما اعمل شير للسكرين محدش هيعرف يغير اسمه. فمن فضلكم جست 39 وجست 11 و12 و8 من فضلكم نغير اسامينا. معلش يا سهام، معلش الموضوع ده اعذرينا يعني ممنوع في المحاضرات، بقى في قانون ممنوع، ما انا عارفه انها للمحاضره حبيبتي، معلش. معلش يا حبيبتي معلش، هو يعني في قانون بس ان ممنوعين خالص اي لينكات من اي نوع، حتى لو لينكات للمحاضره تتحط في الشات، عشان ساعات بتخبط في حاجات غلط. فمعلش ممكن يعني نحطها في المنتدى بس مش هينفع تتحط في الشات. اوكي فعذرا معلش، ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا. طيب حلو قوي. كده خلاص انا هضطر بقى ان انا هم نفس الجست تاني ما غيروش اساميهم، فانا خلاص كده هشير السكرين وخلاص. هعمل شير. وهنبدا نشتغل برضو، هنقول تفاصيل اكتر عن الامكانيات اللي ممكن نشتغل بيها لما نكونفرت الشكل بتاعنا لإديتبل إديتبل بولي. خلينا بس نشوف السكرين هتبان امتى. ايوه اهو
تمام كده. طيب المفروض دلوقتي الناس شايفة الشاشة عندي، الشاشة أخبارها إيه؟ طيب حلو قوي، هنعمل بقى ديسيبل للشات ونبدأ نشوف عشان الشاشة تبقى كبيرة وواضحة. أوكي. طيب احنا دلوقتي هنكمل النهارده برضو تفاصيل اكتر في البوكس موديلنج، هنبدأ برضو نحط بوكس عادي وهنقول شوية حاجات تانية كمان غير او زيادة عن اللي قلناها المرة اللي فاتت. برضو اول حاجة بنعملها ان احنا هنعمل شوية سيجمنتس كده، طبعا هنعمل F4 عشان نشوف السيجمنتس بتاعتنا. كفاية قوي 2 و2 و2، احنا ممكن بعد كده هنزود وهنقول ازاي ممكن نزود سيجمنتس بطرق كتيرة ومختلفة. هنروح عاملين رايت كليك ومختارين ان هو convert to editable poly، خلاص كده تحول لشكل قابل لاني ادخل في التفاصيل بتاعته. هنمسك من الاول كده، احنا قلنا ان هم دول الحاجات اللي ممكن نتحكم فيها، اللي هي الفيرتكس والايدج والبوردر والبوليجون والاليمنت. عملنا كده حاجة سريعة المرة اللي فاتت موضوع النجفة ده، بس المرة دي يمكن هنتكلم بتفصيل اكتر عن كل واحد من الاختيارات دي باستثناء الاليمنت، لان قلنا ان الاليمنت دوت في اشكال معينة اللي بتكون بتتكون من اكتر من عنصر، زي مثلا التكست، زي حاجة زي التيبوت، زي شكل اكون انا مركباه من كذا حاجة وعامله لهم اتاتشمنت مع بعض لما بروح للالمنت بفكه للعناصر بتاعته. نبدا الاول بالفيرتكس. الفيرتكس اللي هي قلنا الفيرتكس هي النقط المختلفه اللي هي بتبقى نقطه تقاطع السيجمنتس وبعضها بتكون لي فيرتكس. عندي ممكن الفيرتكس ببساطة ان انا اعمل لها ريموف، تتشال خالص، وفي الحالة دي زي ما احنا شايفين ما عادش فيه فيرتكس، فبالتالي شالت معاها السيجمنتس كمان، لان الفيرتكس هي نقطة تقاطع سيجمنتس، فلما اشيل الفيرتكس بالتالي هيتتشال معاها السيجمنتس اللي هي ممتدة من السيجمنتس اللي ممتدة من الفيرتكس دي. هنعمل كنترول زد عشان نرجعها تاني، وهنشوف حاجة تانية مهمة جدا. انا بعمل كليك على مش كليك بقى، بعمل هعمل اول كده ايه اجنور باك فيسنج، وهعمل ويندو سوري بلاش كده خليها هيت اهو. لما بعمل ويندو سيليكشن على النقطة اللي في النص دي بيقول لي ان انا حاليا عاملة سيليكشن ل 14 فيرتسيس، سوري مش 14، 2 فيرتسيس سيليكتد. ليه 2 فيرتسيس مش واحدة بس؟ لان هما الخط ده بيعمل نقطة والخط الثاني بيعمل نقطة، رغم ان الباك فيسنج مش سيليكتد، بس هو دي بتبقى نقطتين. في حاجة بقى بعملها، ان انا لو عملت سيليكت كده ورحت هنا وقلت له بريك، البريك دي بتعمل لي ايه؟ خلينا الاول ايه نلغي البريك دوت ونعمل حاجة عشان اوريكم الفرق ما بين البريك وعدم البريك. انا دلوقتي بحرك النقطة فوق وتحت زي ما احنا شايفين، بتاخد السكين بتاع البوكس وبتتحرك بيه، خلاص. طيب لو انا عملت بريك و مش عارفه النقطه اصلا سيلكتد ولا لا، ثواني اما بعمل بريك وابدا ارفع او احرك الفيرتكس بتاعي، بكتشف ان البريك ده خلى
النقطة الواحدة تتقسم لأربع نقط، يعني كل واحدة من دول لو شدتها لفوق أهي، أدي واحدة وأدي التانية وأدي التالتة وأدي الرابعة. يبقى النقطتين اللي فوق بعض دول اتقسموا لأربع نقط، وادولي إمكانية إن أنا أفتح السيرفيس ما بينهم. يعني دلوقتي ما بقوش لازقين في بعض، بقى السيرفيسز مفتوحه، فالبريك بتديني امكانيه لتقطيع السيرفيس اللي انا فيه، بدل ما يبقى سيرفيس واحد متصل ببعضه، بيبقى زي ما اكون جبت سكينه وشقيته، فاقدر اتحكم في كل جزء منه على حده بالطريقه اللي تناسب الموديل اللي انا بشتغل فيه. تمام كده؟ طيب عايزه اعمل اندو وارجع في كلامي تاني، بدل ما هعمل 60 اندو لغايه اما ارجع، هقوم دايسه على السهم الصغير اللي جنب الاندو، هيطلع لي كل الخطوات اللي انا مشيتها اهو، طبعا بما لا يزيد عن 20 خطوه، لان احنا قايلين ان احنا عندي الاندو لغايه 20 ستيب، لان انا ما زودتوش، هو زي ما هو 20 ستيب. فارجع تاني لغايه البريك فيرتكس، وهلاقي نفسي تاني رجعت بيهم موصولين ببعض. تمام كده؟ طيب عندي احنا اتكلمنا المره اللي فاتت في الاكسترود بتاع البوليجن، انما انا ممكن كمان اعمل اكسترود للفيرتكس. اكسترود الفيرتكس بيعمل ايه؟ لو انا عملت بالكواد منيو الصغنطوطه دي ومثلا من هنا انا بكبر القاعده بتاعتي، ومن فوق انا ومن دي بقدر اللي هو بعلي الهايت، واعمل لازم ما انساش اعمل الصح دي علشان يقبل الاماونت دي. كده انا عملت اكسترود لفيرتكس واحده فطلع لي الشكل ده. طب هيحصل ايه لو انا لغيت سواء بريموف او بديليت الفيرتكس اللي فوق دي؟ اهي اعمل سيلكت عليها واعمل ديليت. كده انا بقى عندي فتحه في السطح اللي انا كنت بشتغل فيه. انا كل ده يا جماعه بقول لكم الامكانيات اللي عندي، يعني انا اعمل فتحه ازاي. طبعا انا دلوقتي ماشيه وفي دماغي ان انا بعمل موديل لحاجه معينه، ف لما يكون في دماغك موديل معين بتبقى عايز تعرف ايه الامكانيات اللي في ايدك اللي تقدر تستخدمها بحيث في الاخر يطلع لك الموديل ده. فانا دلوقتي بقول لكم الامكانيات اللي بعد كده ممكن توظف في اي موديل انت عايز تعمله بعد كده. انا دلوقتي اللي انا قلته دلوقتي باين لي انا اقدر اعمل فتحه ازاي. طيب لو انا عايز اقفل الفتحه دي، الفتحه دي ممكن تتقفل بكذا طريقه، ويعني طريقة القفل بكذا طريقة، والسطح الناتج من القفل يبقى بأشكال مختلفة. نفهم الشكل ده مع بعض. هننزل تحت شوية كده في الحتة بتاعة ال راحت فين؟ لا مش هنزل اهي. هننزل في جنب الاكسترود بالظبط، في عندي اوبشن اسمه ويلد. ويلد يعني الحم او الزق الحاجات في بعضيها. عندي ويلد وعندي ويلد تارجت، كل واحد من دول بيقفل لي بشكل مختلف. طيب ويلد هنا مثلا انا هقول له انا عايزه الاثنين دول يلحموا في بعض، دي واللي جنبها دي. طبعا هعمل كليك على واحده واعمل ابريس على كنترول واعمل كليك على الثانيه، وبعدين هقول له ويلد وهفتح السيتنجز على طول. ليه بفتح السيتنجز؟ لان انا محتاجه ان انا اغير الاماونت بتاعت ال ال الحاجه اللي الاقتراب او نوع زي ما يكون كده ايه قوه المغناطيس اللي بيجذب لي النقطتين دول ببعض. كل ما ازود قوه المغناطيس ده حاجه زي المغناطيس التشبيهي، يعني كل ما زود قوه المغناطيس ده كل ما بيساعد ان هو يلزق في النقط الابعد شويه. فانا هفضل اكبر لغايه لما اوصل للنقطه اللي تساعدني في ان انا اقفل. اهو اهو شايفين؟ يعني انا كده لغايه 28.4 29، اول ما وصلت بالظبط ل 29 وتقريبا 9 من 10، راح لازقهم لي في بعض بالمنظر ده، اتحولوا لنقطة واحدة.
طيب انا ممكن الزق ايه كمان؟ انا سوري عشان انا ايه، انا ما عملتش صح، انا عملت صح اهو. طيب الزق الاثنين دول في بعض برضو، اعمل لهم ويلد برضو. تمام، هقول له برضو ويلد طبعا، لاني كنت محدده قيمه في المره اللي فاتت، فهو دايما بيطبق لي القيمه الاخيره اللي انا استخدمت بيها الاوبشن بتاعي، فراح لازقها لي على طول من غير ما ازود، لانها اوريدي وصلت للكميه اللي انا محتاجه لها علشان تلزق النقطتين في بعض. يبقى دي كده، دي طريقه في ان انا اعمل ويلد للنقط بتاعتي للفيرتكس او للفيرتيسيز بتاعتي. لزقتها ازاي؟ بقت السيجمنتس بتاعتي بقت بالشكل ده. طب هل ممكن الزقها بطريقه ثانيه برضو بالولد مش بالتارجت ويلد؟ انا لسه ما قلتش حاجه عن التارجت ويلد. طبعا ممكن، ممكن مثلا اروح لازقه النقطتين دي ودي اللي هي دي والمقابله ليها. طيب لو انا عملت الولد بالكميه اللي انا وصلت لها طبعا مش هتكفي، لان اكيد المسافه دي اصغر بكتير من المسافه دي، فانا محتاجه حاجه اسمها سيرشولد اللي هي السيرشولد اللي هي القوه زي ما انا شبهت القوه المغناطيسيه اللي هي تقدر توصل النقطتين دول ببعض، لازم تزيد شويه لان المسافه ما بين النقطه دي والنقطه دي اكبر من المسافه ما بين النقطتين المتجاورتين، فهفضل برضو ازود شويه اهي. دي بقى وصلت لغايه فين؟ وصلت لغايه حاجه بتاعت 41، الثانيه كانت 29 وشويه، دي وصلت لغايه 41 برضو. ادت لي الاماونت المناسبه اللي تخلي النقط تلزق في بعضها، خلاص؟ طيب نعمل كنترول زد عشان عايزين نشوف طريقه كمان لان احنا نلزق النقط دي في بعضها. ايه تاني؟ وطبعا شفتوا شكل السيجمنتس اختلف برضو، يعني السيجمنتس اللي انا اهو لو عملنا ريدو، انا ما كنتش اخترت اصلا، ما علينا مش مهم. شكل السيجمنتس طلعت بشكل مختلف، الشكل اللي هو ايه علامه الزائد العاديه مش شبه الشكل اللي فات، فانا برضو بختار الفيرتكس اللي تلزق في بعضها اللي تديني شكل السيرفيس اللي انا محتاج له في الشغل بتاعي. طب حاجه تانية ممكن نولد بيها اللي هي تارجت ويلد. التارجت ويلد هنا انا بمسك واحده من الفيرتكس بتوعي واروح رايحه على فيرتكس ثانيه ودي اتلزقت بالشكل ده. ممكن اعملها اروح من هنا لهنا واروح من هنا لهنا اهو، كل واحده من دول بتديني بيلحموا مع بعض بس بيديني شكل سيجمنتس مختلفه خالص عن الطرق الثانيه. فمعنى كده ان انا مش بس عندي امكانيه ان انا اسد الفجوه اللي انا عملتها، ده انا عندي امكانيه ان انا اسدها بشكل سيجمنتس مخصوص مناسب للفكره اللي في دماغي اللي انا بشتغل عليها. ده بالنسبة للويلد. خلاص نعمل رايت كليك عشان نديسيبل الاوبشن ده ونكمل تاني شغل في حتة تانية. طيب الشامفر دوت بيعمل ايه؟ الشامفر دوت استخدمنا احنا اكسبريشن شامفر ده قبل كده اكتر من مرة في ان هو بيعمل حاجة زي جزء مشطوف بيأثر على الحواف الحادة، يعني مثلا البوز ده كده لو قطعنا بسكينة هيبقى مشطوف، يبقى هو ده فكرة الشامفر. احنا لو عملنا سيلكت على الفيرتكس دي وقلنا شامفر، وهنستخدم برضو الكواد منيو بتاعتنا او المنيو الصغنطوطة دي وهنزود كده اهو. وعلى فكرة المثلث ده اللي هو اللي احنا الحدود بتاعت اللي بتبين ان الشكل بتاعي سيلكتد، فانا لو عملت جي خلاص خفيت الحدود دي اهو. لو شايفين هنا اهو، شايفين البراكتس اللي احنا عندنا دي اهي، هنعملها
جي علشان ما تبانش، ويا ريت كمان لو عملنا جي علشان نخبي ال الجريدز بتاعتنا ويبقى المنظر قدامنا واضح وفاضي كده. طيب ده بالنسبه لحجم الشانفر بتاعي. طب ده ايه ده؟ ده عباره عن انا عايزه له كاب ولا مش عايزه؟ يعني انا ممكن اعمل شانفر ويبقى مفتوح كمان اهو زي ما احنا شايفين، تمام؟ يبقى انا كده ممكن لو حسب برضو الاوبشن او حسب الفكره اللي في دماغي اللي انا بدور عليها علشان اشتغل من البوكس لغايه اما اوصله للشكل اللي انا في دماغي، يبقى اعمل له كاب او اعمله مفرغ زي ما احب. ده بالنسبه للتشانفر. خليها نعملها اهو، تمام كده، جميل جدا، خلاص. طيب في كمان ممكن اعمل اكونكت فيرتكس ببعضها، ولما اكونكت فيرتكس ببعضها يبقى هيكونكتهم بايه؟ هيكونكتهم طبعا بسيجمنتايه جديده، واحده جديده. يعني انا عملت سيلكت على دي وعملت كنترول وعلى دي وقلت كونكت، راح اعمل لي سيجمنت ثانيه اهي بالمنظر ده، خلاص. يبقى انا ممكن اعمل سيجمنتس جديده في مكان جديد مخصوص علشان حاجه معينه. مثلا ده اعمل السيجمنت دي مثلا عشان عايز اعمل اكسترود للجزء ده او وات ايفر يعني، خلاص. طيب التو اوبشنز دول، الاوبشن الاولاني اللي هو ريموف ايزوليتد فيرتكس، لما يكون في عندي فيرتكس لوحدها كده ماشيه لوحدها مش جوه الشكل اللي انا بشتغل فيه، لما بعمل لها ريموف بتتشال خالص. وريموف يوز ماب فيرتكس، دي حاجات في المابس ايه سيبنا منها دلوقتي. طيب ايه تاني ممكن نتكلم فيه؟ ممكن نتكلم في حاجه برضو مهمه جدا، حاجه بتخلينا نعمل زي تقطيع ل الاوبجكت بتاعنا. تقطيع ازاي يعني؟ يعني تخيلوا انا جبت سكينه عريضه قوي ورحت ممررها بالورب كده، كان تخيلوا دي مثلا حته جبنه مثلا، ورحت جايبه السكينه كده بالورب ورحت قطعاها عامله لها سلايدنج كده، او يعني سلايزنج يعني قسمتها. لو انا عايزه فيرتكس مطرح التقسيمه دي، هي مش بتقطعها، هي مش بتفصلها اتنين، هي بس بترسم لي سيجمنت جديده مطرح تعديه السكينه دي. اوضح اكتر ازاي؟ هنشوف دلوقتي. عندي ثلاثه اوبشنز عشان اقطع بالطريقه اللي انا اتكلمت عليها دي. عندي الحاجه الاولانيه حاجه اسمها كويك سلايس. كويك سلايس دي انا بروح عامله كده، بيبقى فيه حاجه زي سكينه بالظبط بتقسم لي بتقسم لي البادي بتاعي او الاوبجكت بتاعي، وبتعمله لي بالمنظر ده. شايفين انا كاني عديت بالظبط السكينه في الحته دي، هو ما اتقطعش، هو بس اترسم او اتزود عليه سيجمنت جديده اهو من تحت اهي. وانا كمان ده انا لو كمان ايه وريتكم عملت اف 3 وخليته بس الشكل واير فريم، هتلاقوا المنظر اهو اهو. شايفين انا مش عايزه اعمل واحده ثانيه، خليني اعمل رايت كليك عشان اطلع من الاوبشن، واهو شايفين المنظر عامل ازاي، كاني قطعته بالظبط، عديت زي ورقه كده اخترقته وقسمت لي فيه مجموعه جديده من السيجمنتس، خلاص. هنرجع نعمل تاني اف 3 و F4 عشان نبين الموضوع تاني، و هنشيل ده علشان السلايدنج بالطريقه او السلايسنج بالطريقه الجديده تبان ما نتلخبطش فيها. الطريقه التانيه اسمها ايه؟ اسمها سلايس بلان. لا سلايس بلين. سلايس بلين دي برضو بتديني مستوى. يعني انا لو عملت كده هلاقي عندي مستوى اهو،
شايفينه اهو المستوى ده، ببدأ احركه وادوره واغير حجمه زي ما انا عايزه اهو، شايفين اهو تأثيره رايح لغاية هناك اهو، اهو شايفين اهو ماشي اهو تأثيره، حتى لو كان بره خالص تأثيره رايح جوه جوه الشكل بتاعي، حتى لو هو بره او لو هو اصغر شوية مش فارق. يعني لو عملت كده وحركته لفوق شوية اهو ظهر لي تاني اهو اهو، كل ده انا بقطع فيه، واول ما اوصل للمكان الصح اللي انا عايزاه بعمل سلايس، بروح اعمل كليك على سلايس، يبقى انا كده استخدمت التقسيمه بتاعتي اهو، واعمل كده اهو تمام. وكمان ايه بقى، تقسمهولي لحتتين منفصلتين. ليه؟ لان لو حد خد باله انا رحت عامله تشيك مارك على سبليت، يبقى انا في امكانيه ان انا اقطع وافصل، او اقطع برسمه من غير ما افصل. انا رحت لكم هنا للاليمنت لانه اتحول لحاجتين، لان انا قلت له افصلهولي لحاجتين، فتحول لحته فوق وحته تحت. تاني نرجع الحتة دي عشان ايه ممكن تكون ما وضحتش شوية، خلينا نرجع من اول. من هنا خلاص، من تاني نعملها تاني، نروح للفيرتكس وبعدين ننزل على سلايس سلايس بلين. عندنا اوبشن قدامها، يا اما معموله تشيك مارك او لا. الاوبشن ده اسمه سبليت. سبليت يعني افصل لي، لما اقطع افصل لي. فلو هو معموله تشيك مارك يبقى هو هيقسم لي الجسم بتاعي لجزئين من حته القطع اللي انا بقطع بيها بالبلين ده. في حالة ان هو مش تشيكت، لا هو بيرسم لي بس حواليه السيجمنت جديدة من غير ما يقطعهولي. بنعمل ازاي؟ انا دلوقتي عايزة ان هو يتفصل، بعمل تشيك مارك على السبليت واقول له سلايس، بيظهر لي البلين بتاعي، بحركه لغاية المكان اللي انا عايزاه. طبعا بحرك بقى وادور واعمل whatever، يعني المكان اللي انا عايزاه اهو. انا دلوقتي لما بعمل روتيت، بعمل روتيت للبلين ده اهو اهو تمام، بعمله كده مثلا اوكي خلاص، وهقول له سلايس، وهروح اقفل السلايس بلين، و عشان اتاكد بقى ان الحوين اللي بتاع الاليمنت، وهعمل كليك على واحد فيهم هلاقيه بقى ده واحد وده واحد تاني خالص، واتفصل عندي المكعب بتاعي او البوكس بتاعي لجزئين منفصلين، بس الاثنين هما الاثنين نفس الاوبجكت. يعني انا لو وقفت بره في الايديتبل بولي وجيت احرك بيتحركوا مع بعض. خدوا بالكم، انا هنا فصلت جسم واحد لقطعتين، بس في الاخر هما الاثنين تحت نفس الاسم ومع بعض. طب انا عايزه بقى اخليهم حاجتين منفصلتين خالص، لا ده موضوع تاني. انا بروح عند الاليمنت وبروح بدور على اوبشن اسمه ديتاش اهو. طبعا لازم اديله اسم تاني بقى لانه بقى حاجه تانيه، اوبجكت مش عارفه كذا، هقول له اوكي. في الحاله دي يبقى انا عندي تو اوبجكت، ادي اوبجكت اهو، وادي اوبجكت تاني لوحده خالص. انا دلوقتي واقفه في ال واقفه في ال اهو، ده لوحده وده لوحده تمام اهو. انا كده مش واقفه في السب اوبجكت ليفل، انا واقفه في الفوق في الليفل العادي خلاص. كده بقى عندي
جسمين منفصلين خالص. عايزة ارجعهم جسم واحد تاني، بروح فتحة وإليمنت، واروح اعمل ايه بقى؟ اعمل حاجة اسمها اتاتش. اهي اتاتش مين؟ اتاتش ده، رجع تاني بقوا حاجة واحدة. ولو رجعت لفوق وعملت حركة مع بعض، يبقى احنا دلوقتي بقوا جسم واحد تاني مرة تانية، بس لو two elements زي ما قلنا، ده element وده element تاني. قبل ما اكمل، واضحة الدنيا لغاية كده ولا بدأنا نتلخبط؟ انا فتحت الشات عشان اسمع ردود الناس. طيب هايل جدا، طيب عظيم. طب نستأنف، ممكن سلايس نعمل لها ريسيت؟ اه طبعا، ما هو في اوبشن الريسيت طبعا موجود، انا ما اتكلمتش فيه، اه ما قلتش عليه. I just would like to know if split work only with slice or the other options. اه لا فهمت قصدك. طيب 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 هنجربها دلوقتي حالا مع بعض. خلاص احنا هنشيل ده، هيتقال نضيف لها نقط، هنعمل كل اللي انتوا عايزينه، ما تقلقوش يعني. نضيف، هقول كل حاجه ما تقلقوش يعني، كل الاوبشنز ان شاء الله هتتقال يعني اغلبها بقدر المستطاع يعني. خلاص طيب هنرجع، هنقفل تاني، هنقفل تاني الشات، وانا عرفت دلوقتي الايه الاسئله اللي انتوا بتسالوا عليها. طب هنعمل تاني، هنعمل جي علشان نشوف الجريد، ونعمل زد، ونعمل نعمل سلندر المرة دي مثلا. اوكي وبرضو احنا عايزين نقلل شوية السيجمنتس دي عشان ما تلبخناش واحنا بنشتغل. هنخلي سيجمنت الهايت هنخليها واحدة بس خلاص، وخلي السايد زي ما هي. اوكي وهن برضو هنكونفرت ل editable poly اهو، وهنروح على الفيرتكس، وهنروح على راحت فين؟ بسم الله اهي. بتسأل على اذا كان السبلت بيبقى اهو كده مثلا، اهو هي ماشيه على السبلت، ماشي على كل، طالما انا عملت تشيك مارك على السبلت هو بيمشي لي على كل الاختيارات بتاعه السلايسنج. احنا رحنا فين؟ اتوهت اهي تمام. وكمان خلونا بقى ايه نعمل حاجه ثانيه، خلونا نقرب كده. في اوبشن كمان اسمه كات، كات ده بقى لا انا عايزه اقف هنا على ده. كات ده من الحاجات اللذيذه جدا بقى، ليه؟ لان هو بيخليني الماوس بتاعتي النهارده مش تمام، مش راضي يتحرك. ايوه اتحركت اهي. كات هنا في حاجه لذيذه جدا، انا عايزه عينكم تبقى على الكرسر. دلوقتي انا واقفه على ايدج من الـ او سيجمنت من السيجمنتس دي، شكل الكرسر بتاعي بالمنظر ده، ادخل على البوليجون تبقى شكل الكرسر بتاعي بالمنظر ده،
ادخل على Vertex يعني كل حتة بتاخد شكل مختلف. يعني انا عايزة اقرب كده اهو، شايفين كل واحدة ليها شكل مختلف عن الباقيين. فانا بعمل ايه؟ انا الكات ده بيعمل لي ايه؟ هقف هنا مثلا، لا انا عايزة هنا، ايوة لا ايوة كده. يبقى انا لما بيكون بخط عريض يبقى انا كده واقفة على سيجمنتس من السيجمنتس، مش واقفة في الهواء. وبعدين كده خلاص، وبعدين اما اخلص اعمل رايت كليك. طيب هنا او دي بقت سيجمنت لوحدها، قبل طبعا للحركة او قبل لان انا اعمل بيها اي حاجة. يعني مثلا لو جيت على دي بقى بوليجن لوحده اهو، ممكن ان انا مثلا اعمل له بيفل مثلا اهو كده بالشكل ده اهو مثلا كده. اهو مثلا كده اهو تمام. اوكي يبقى انا قدرت بان انا اعمل بالكت ان انا ارسم ارسم سيجمنتس جديدة في المكان اللي تعجبني وبالطريقة اللي تعجبني. من تاني عايزة الفت نظركم لحاجه، نرجع تاني للفيرتكس. هي مش فارقه مول لان الكات شغال في ايه، في معظم الاختيارات اهو. انا عايزه اقف بالظبط على خط من الخطوط او سيجمنت من السيجمنت، يبقى لازم يبقى شكل الماوس بالشكل ده. هعمل كليك هيتشد معايا حاجه زي الخيط كده اهو. عايزه اوصل مثلا لنقطه في النص بعمل كليك، عايزه مثلا اوصل لنقطه في الجنب اهو اهو بالشكل ده، عايزه اخلص بعمل رايت كليك. يبقى انا عملت الشكل دوت بقت عباره عن بوليجون جديد بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. فانا برسم التقطيعه اللي انا عايزاها. دي مش سلايدنج، انا بسبلت الحاجه اللي معمول لها سلايدنج، الحاجه اللي معمول لها قطع زي ما يكون بال عملها سلايسنج يعني قطع بالسكينه زي ما يكون جايب السكينه وبقطع. ففي الحاله دي هي اللي بتسمح لي بس ان انا اعمل سبلت. تمام كده. طيب عندي حاجه كمان، عندي حاجه كمان بس دي بقى ايه، مش بقطع دي، انا بقسم بقى. يعني انا مثلا لو وقفت على البوليجون دي وقلت تسليت، تسليت دي راح عامل لي المنظر اللي احنا شايفينه ده، قسم لي تقسيمه تانية. طيب انا ممكن اقسم اكتر من كده، ممكن اهو شايفين، وممكن كمان كل ما بزود كل ما بيعمل لي تسليت بشكل زي ما احنا شايفين كده اهو اهو شايفين، عمل لي الفيرتكس اللي انا شايفاها دي او البوليجونز اللي انا شايفاها دي اهو. تمام اوكي. فهي دي كلها طرق لزيادة التقسيم اللي انا عايزاه، لان مش دايما ببقى الشكل بتاعي اول ما بيتعمل بيبقى فيه العدد او الشكل المناسب للبوليجونز اللي انا بحتاج لها علشان اعمل المودلز. فكل دي طرق علشان ازود سيجمنتس وازود بوليجونز تساعدني في الشغل وانا بشتغل. تمام.
طيب عايزين ايه تاني نشتغل فيه؟ في حاجة في الفيرتكس لسه ما قلتهاش من الحاجات المهمة؟ تقريبا دي معظم الحاجات اللي ايه المهمة اللي انا عايزة اقولها، لان بعد كده هنتكلم بقى في السب ديفيجن سيرفيس، دي ليها قصة لوحدها. طيب ندخل بقى في ندخل بقى في ال edge. انا عايزة اشيل السلندر دي، اطلع فوق هنا واشيل السلندر دي. تمام، وهنرجع نرجع تاني للبوكس. اوكي، هنغير اللون الغريب ده ونقول اوكي، و برضو كونفرت، ونشتغل بقى في الايدج. الايدج اللي هي كل ال السيجمنتس عموما هي عبارة عن ايدجز. خلاص، طيب حد ممكن يسأل يقول ايه الفرق ما بين الايدج والبوردر؟ البوردر ما بيبانش غير لما يكون عندي فتحة. يعني ايه؟ يعني مثلا انا هشيل البوليجن ده، مش ممكن، اهو هشيل البوليجن ده، اعمل ديليت. انا في الحالة دي لو عملت كده يبقى انا عندي بوردر اهو. يبقى البوردر هو عبارة عن الفتحة الفتحة اللي او يعني الحدود الناتجة عن اي فتحة، دي بتعتبر بوردر. طيب البوردر ده ممكن نقفله تاني؟ ممكن طبعا نقفله تاني، برضو ممكن نقفله ب الحاجة اسمها كاب، اهو بيتعمل على طول، بيروح قافل الفتحة كلها من تاني. وفي بتقفل برضو بحاجة اسمها بريدج، وممكن يتقفل بحاجة اسمها كونكت. يعني كل دول ليهم اوبشنز، بس الكونكت برضو الكونكت بقى ده اللي فيه حاجة ظريفة. أنا كنت عايزة أعمل له سيلكت الأول. مش راضي يعمل لي ده. هنا قليل ولا ايه؟ لا خليني اروح في الايدج احسن. السيجمنتس واضح انها مش كفايه. غريبة، ثواني يا جماعة. خلي الكونكت مش شغال، لسه شغال امبارح، انا مش فاهمه ايه اللي حصل. طب خلونا نجرب حاجه تانية.
ايوه خلاص انا عارف. انا ايوه خلاص. طيب خلونا دلوقتي هنشوف حاجة تانية لغاية ما اشوف موضوع الكونكت دوت، هقوله لكم النهاردة برضو، بس ايه اشوف الحاجة المهمة اللي انا عايزة اقولها لكم دي. نشيل ما فيها مشكلة. معلش انا مضطرة ادور على ماوس تاني، لان انا واضح ان انا عندي مشكلة في الماوس. ثانية واحدة. هو احنا الساعة 12؟ طب كده كده احنا ممكن ناخد البريك دلوقتي على بال ما اشوف موضوع الماوس ده، ان انا عمالة بشتغل بإيدي، فالموضوع معصلج معايا خالص يعني. فانا هقفل دلوقتي الشير على بال ما اشوف الماوس، ويا ريت دلوقتي يا عمرو تحدد ال تحدد ما جاوبتش على السؤال بتاع نضيف نقطة للسيجمنت، هقولها بعد البريك. الناس اللي ممكن تغير الاسم بتاعها دلوقتي، انا وقفت الشير، وتتكلموا مع عمرو في موضوع تسجيل المحاضرات، وانا هحاول اشوف لي صرف في الماوس وهرجع لكم بعد البريك، يعني 10 دقائق كده. تمام، يلا السلام عليكم. يفضل يتكلم يخلي معايا، اللي مش عايز يفضل ممكن يتفضل ال10 دقايق دول. ببساطة يا جماعة، لا أنا هتكلم الأول شوية بعد إذنكم، وبعد كده اللي هيعوز يتصل بيا، اللي هيعوز يعمل حاجة هيكلمني وهوصله للفرقة الأول. طيب معلش. مفيش هعمل ايه يعني، الناس اللي حواليا اصلا، الناس اللي بتتفرج على مجلس الشعب النهارده، لو ابتداء من المحاضره الجايه، المحاضرات الاسبوع الجاي، ما حدش يجي يقول لي انا عايز لينك المحاضره دي او عايز تسجيل المحاضره دي الا اذا اتطوع معايا النهارده 2 او 3، النهارده ويوم او الخلال يعني قبل المحاضره الجايه ما تبدا بيوم او 2، ما حدش يجي يطلب مني يقول لي لو سمحت انا عايز لينك، لان مش هلاقي لينكات صراحة. الناس اللي بتسجل تعبوا جدا جدا جدا، وعندهم ظروف، وظروفهم بتتغير، ومش كل يوم، مفيش حد في الدنيا مننا يقدر يملك نفسه 6 او 7 او 8 شهور، يوم الاثنين والاربع يبقى موجود والنت ما يوصلش والكلام ده كله. يبقى انا عايز دلوقتي، انا عايز اخلص كلامي يا استاذ ابو بكر. حاضر، واول ما اقول انا عايز كذا اسمع، انا مش عايز اقفل مش عايز اقفل الشات، فيعني ممكن نسمع بعد اذنك. انا عايز النهارده 2 او 3 او في خلال يومين 3 يقولوا لي اصل احنا هنطور. انا بقول لحضراتكم انا هجاوب على الاسئله الخاصه بعد ما اخلص كلامي، ارجوكم خلوني اخلص. وبعد ما اخلص كلامي كل حد له سؤال خاص انا هساعده وهرد عليه. ممكن؟ على فكره حضراتكم ما تعرفوش ان واحد زي حالتي جاي من الشغل بتاعه، ساب الشغل بتاعه بيحضر المحاضره، هيرجع يكمل شغله بعد المحاضره. يعني انا مفضي دلوقتي عشان خاطر المحاضره ما تتعطلش وما تتاخرش، ومعطل مصاريفي ومعطل كل حاجه عشان خاطر ان انام. واكيد في ناس كتير هنا، مش معقول لما نقول يا جماعه احنا محتاجين ناس تساعد عشان الشغل عطلان بتاعنا وعشان حاجتنا واقفه والناس مش عايزه تشتغل. يبقى لو كده يبقى ما حدش بياخد مني بقى يقول لي لو سمحت انا عايز تسجيل المحاضره. فدلوقتي بعد المحاضره ما تنتهي، عايز اللي عنده استعداد يشارك يبعت لي الايميل بتاعه، ويبعت لي رساله على الاكونت بتاعي على المنتدى، والاكونت بتاعي على المنتدى اهو. تمام، دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، انا هعمل موضوع في المنتدى باسم اعضاء فريق التسجيل. لو سمحتوا محدش يقرب منه غير اعضاء فريق التسجيل، لان اي حاجه هتتحط فيه غير من فريق التسجيل همسحها فوق. فريق التسجيل موجود معانا مجموعه بتسجل،
جزاهم الله كل خير. الناس دي ما تقدرش تشتغل معانا ولا تقدر تتابع معانا بسبب ان هم مش عارفين يحطوا حاجاتهم فين وبيتاخروا عليها. فهنعمل لهم موضوع لوحدهم لو سمحتوا، محدش يدخله غير فريق التسجيل. تمام. الحاجه الثالثه ابتداء من المحاضره دي، كل المحاضرات هتبقى عباره عن محاضرتين ورا بعض. يعني ايه؟ محاضره 10 دقائق بريك، ومحاضره بعدها ساعه كمان. يعني الاولانيه ساعه والثانيه ساعه في بريك 10 دقائق، عشان خاطر الجماعه بتوع فريق التسجيل يقدروا يعملوا زي سيف للملفات بتاعتهم ويبتدوا يسجلوا اول دين البريك الثاني. تمام الكلام كده، في اي مشاكل حضرتك؟ انا اصلا في دوره فرنسيه بدات امبارح، دوره فرنساوي بدات امبارح. يعني ايه اعمل؟ لا حضرتك انا بتكلم كلام عربي، كلام واضح، انا اسف بس حاضرين مش عارف. انا بقول انا هعمل موضوع محدش يدخله غير الاثنين دول او الثلاثه دول او الاربعه دول اللي بيسجلوا، يبقى محدش يدخله غير بس. هو احنا لو فاضيين يا استاذ يعني يا باشمهندس عاطف، لو فاضيين وما وراناش حاجه هنقعد بقى نخطط وندبر. احنا ما نلاقيش وقت. انا بعمل شغل 10 يعملوه، والله 10 يعملوه. فعلا انا ما بعرفش انام، انا بقول لك انا عندي شغل وسايب شغلي وجاي. ممكن حضرتك تبعت لي رساله على المنتدى على الاكونت بتاعي اللي انا كتبته من شويه، وانا هرد على كل رسالاتك، عشان والله احنا مش مركز. انا جاي حالا من بره، ويا دوب هحضر المحاضره واطلع واكمل شغل تاني. جزاك الله خيرا يا رب. يا رب. انا ما اقدرش اقول لك بقى مين المسؤول عن كده، بس حضرتك انا اللي بعمل استثمار تطوع معايا انا شخصيا في الجروبات اللي انا عاملها شخصيا، بتواصل معاهم كلهم. احنا باعت لاكثر من 500 واحد، انا شخصيا باعت اكثر من 500 واحد. في ناس بترد واللي بيرد بتكلم. جزاك الله خير يا استاذ. يا ريت ترد على النيل، يا ريت ترد على النيل. انا مش والله ما بلحق على الجهاز يا استاذ، والله ما بلحق على الجهاز. طيب دلوقتي حد دلوقتي جاهز بيقول انا جاهز ان اتطوع معاك؟ لا ده مش اللينك، ده الاكونت بتاعي على المنتدى. هتخش تبعت رساله على الاكونت ده، تخش تفتح رساله وتكتب الاسم دوت، يبقى ده اسم العضو اللي انت هتبعت له. حضرتك بس خش معاك يا استاذ ابو بكر على المنتدى، واحنا هنتصرف مع حضرتك، نقف مع حضرتك في كل حاجه. انا بس المشكله ان انا هخلص المحاضره اروح الشغل بتاعي اكمله، واجي اول ما اجي الاقي الناس بعتت لي رسائل هرد عليها كلها فورا اقول لهم مطلوب منهم. حد اسمه من حد تاني عايز يشارك معانا يا جماعه؟ حد عايز يساعد؟ احنا عايزين ناس تسجل وعايزين ناس تشتغل معانا كذا حاجه. انا مش حابب اكتب الايميل بتاعي عشان الناس في ناس بتزعل. Thank you.
عشان المنتدى ساعات ساعات بيحصل فيه حاجات بروبات اللي هيتطوع يبقى على ايه؟ طيب لسه حد عنده اي حاجه عشان انا عايز اخد انا كمان بريك دقيقتين بس. طيب انا عايز شات دقيقتين بس عشان هقوم وهيبقى شات. انا عايز اقول حاجه عشان الحاجه دي بتزعلني وتخليني ساعات بتنرفز وبزعل الناس. كويس ان حضرتك فكرتني. الشات موجود عشان نعمل حاجه واحده بس، اللي عنده سؤال لمدام سمر او ليا بيسال، مش مكتوب عشان كل الناس تقعد ترد على بعضها، ومش ممنوع عشان الناس كلها تقعد تسلم على بعضها. يبقى في اول المحاضره السلام عليكم وعليكم السلام عشان ده شعار الاسلام وشعار ديننا. انما بعد كده اي حد عايز يكتب سؤال لمدام سمر او ليا بيكتبه. اكتر من كده مش عايز حد يكتب اي حاجه. عشان كلنا نقدر نتابع الكلمه السؤال اللي بيتسال، ونعرف نتابع الاجابه، ونعرف نشتغل، ونعرف نعمل، ونعرف نحط الدعم الفني، ونحط الشغل بتاعنا عشان الناس كلها تشوف والناس كلها تستفيد. بس اسمحكم يا ريت يكون ده النظام بتاعنا في الفتره الجايه. انا عارف ان انا اسلوبي يعني هارد شويه، صعب شويه، بس سامحوني والله. ده لمصلحتكم، لان في حصل كتير حاجات غلط قبل كده في حتت ثانيه ومحاضرات ثانيه كنت عايزها تتكرر هنا. سامحوني. بعد اذنكم بريك دقيقتين ليا بعد. السلام عليكم. السلام عليكم. نستمعني؟ طيب نرجع تاني. نتمنى انكم تكونوا وصلتوا لحاجة في البريك، وهنرجع تاني اللي احنا كنا بنقوله. ومعلش لخبطة الماوس العجيبة اللي في ايدي دي، مش عارفة ايه هو. مش مشكلة في الماوس على فكرة، اكتشفت ان مش مشكلة، المشكلة في فتحة اليو اس بي اللي بيدخل فيها الماوس. واضح انها فيها حاجة غلط يعني، ما علينا. المهم طب نكمل بقى موضوع البريدج والكونكت تاني دوت. يا رب الماوس كده ايه تفضل بنت حلال وما تعملش مشاكل. من تاني انا هعمل لكم واحدة تانية علشان نبدأ الايه الموضوع على نظافة. نعمل زد ونعمل بوكس اهو، تمام. وبعدين اول حاجه احنا عايزين البريدج بتاع البوردر والبريدج بتاع الايدج. يبقى احنا اول حاجه طبعا هنعمل كونفرت تو اديتابل بولي، تمام. هو الناس بدات تسجل، استنى شويه ولا ايه؟ رجعتوا التسجيل تاني؟ الشير واقف. لا بتهزروا. ده انا فعلا ما عملت الشير. صح 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 انا غلطانه، معلش حقكوا عليا. خلاص نتكلم من تاني. طب دلوقتي ايه الاخبار؟ اول ما تشوفوا الصفحه بتاعتي قولوا لي ايه الاخبار. عمرو لسه وصلت الصفحه ولا لسه؟ شايفين الشاشه بتاعتي؟ الفوت الفوت صح الفوت، انا نسيته. طب نعمل الفوت دلوقتي ولا نعمله في الاخر؟ نعمل الفوت دلوقتي ولا في الاخر؟ اه
اهو الصفحة اهي، بس انا عايزة اسألكم نعمل الفوت دلوقتي، دلوقتي في الاخر. لا مش هعمل فوت علشان اعمل الفوت يعني. طب نعمله دلوقتي ونخلص علشان ايه، يبقى خلصنا من القصة دي، يبقى الاربع محاضرة الاربع ولا لا؟ ثانية واحدة، بسم الله. حاضر حاضر، حالا اهو هعمل الفوت حالا. فوت على ايه؟ عشان اليوم الاربع طبعا في ناس هتنزل عشان 25 يناير، فاحنا بنسأل اذا كنتوا تحبوا يبقى في المحاضرة الاربع ولا. وحتى الناس اللي مش هتنزل، في ناس هتبقى يعني عايزة تتابع الامور يعني. طب احنا ليه 19 بس دلوقتي؟ فين بقيه الناس؟ هو شكل كده الايه الاوبشن الاولاني اللي هو فيه محاضره هو الاكتر. طيب في ثلاثة لسه ما منهم أنا مثلا ولا إيه؟ طب يبقى كده كده مبدئيا، يبقى إن شاء الله يبقى في محاضرة يوم الأربعاء تمام؟ إلا إذا حصل أي حاجة يعني، إلا إذا أنا نفسي نزلت يعني، فـ I'm not sure لسه. فـ خلاص يبقى مبدئيا في محاضرة، لو في أي حاجة فـ هتعرفوا، بس كده مبدئيا ان شاء الله يبقى فيه محاضرة تمام. ربنا يعدي على خير ان شاء الله. طيب هنقفل الكلام ده و نكمل بقى الشغل بتاعنا. طيب احنا عايزين من تاني نعمل قصة البريدج والكونكت. طيب اول حاجة هنشيل البوليجون اللي فوق ده علشان نشوف البريدج هيبقى ازاي. البريدج بيبقى ما بين ايدج وايدج، يعني هعمل سيلكت على دي وكنترول وسيلكت على دي وهعمل كليك على بريدج، اهو اتعمل البريدج اهو خلاص. طيب في عندي اوبشن بعد ما البريدج بيتعمل اسمه كونكت. الاوبشن ده عباره عن ايه؟ لازم يكون عندي برضو الخطين اللي هو التو ايدجز دول معمول لهم سيلكشن. علشان ايه؟ علشان منهم بعمل بحدد انا عايزه يتربطوا او البريدج او الكاب دي يتربط بكام سيجمنتس. يعني انا مثلا هنا سيجمنت واحده كده بزود كذا سيجمنت اهو، ويا ريت اغير اللون ده علشان اللون ده مش مبين قوي، اللون الاحمر بتاع السيلكتد سيجمنتس. بزود اهو زي ما انا عايز. مش بس كده، ده انا ممكن كمان اغير المسافات ما بينهم وما بين بعض اهو. من البنش دوت ممكن اغير المسافات ما بينهم تمام. لو عملتها على الزيرو هتبقى المسافات متساويه بالظبط. ومش كده وبس، لا ده انا ممكن اتاخرهم كلهم في اتجاه من الاتجاهات. يعني ممكن اقربهم من بعض بالسالب واتاخرهم مثلا لتحت، اتاخرهم لفوق، بحيث ان هم بيبقى ليهم الاتجاه في حته معينه لو انا ليا هدف في دماغي بعمل التقسيمه دي علشانه. ده بالنسبه للبريدج لو انا عندي بربط تو ايدجز ببعض. طب لو انا عندي بقى بوردر، احنا قلنا البوردر في حاله ايه؟
قلنا البوردر في حالة ان انا يكون عندي فتحة. الفتحة دي البوردر بيبقى الاربع او whatever عدد الجوانب بتاعتها كلها. طيب انا بقى هعمل لكم الوصلة دي بطريقة مختلفة. ازاي؟ انا هعمل سلايسنج للشكل ده. ف هروح على السلايس بلين هنا اهو، وطبعا الريست بيخليه لي في النص بالظبط. الناس اللي كانت بتسال على الريست، الريست بيخليه لي في النص وتقريبا في حجم قريب قوي من حجم الشكل الاصلي خلاص. وهقول له سلايس واروح على الاليمنتس كده اهو، وافصلهم من بعض، ابعدهم من بعض كده، وهروح عامله سيلكشن على البوردرز اللي قصاد بعض دول. ده بوردر وده بوردر اهو، يعني ابعد شويه كمان، خليني ازوم اوت شويه وابعد كده اهو اهو. يبقى انا عندي بوردر هنا اهو، لو عملت بوردر كده، ده بوردر اهو الاحمر ده كله، وده كمان بوردر. هعمل كنترول وايه وبوردر، واروح عامله كليك على البريدج، اتبنى لي بريدج اهو. وبرده ممكن اعمل الكونكت بالطريقه اللي تناسبني اهوت. ده طبعا نفس السيتنجز اللي كانت المره اللي فاتت، فانا بغيرها زي ما انا عايزه اهو كده. انا عملت بريدج ما بينهم وزودت لي سيجمنتس زي ما انا عاوزه بالعدد اللي يناسبني. تمام، يبقى دي قصه البريدج، سواء من الايدج او من البوردر. طيب في ايه تاني مهم؟ في حاجه لذيذه جدا بقى، حاجه لذيذه انا من الحاجات اللي بحبها قوي. خلينا نعمل ايه، خلينا نرجع شويه لغايه لما انا هقفل الشات واكبر الصفحة بتاعتي، وهروح هنا على الاندو وافتح كده واروح لغاية هنا بس كده خلاص. هعمل ايه بقى؟ عندي حاجة ظريفة قوي. الحاجة دي عبارة عن حاجة اسمها هنج فروم edge. ايه hinge from edge ده؟ دي بتبقى في البوليجون. البوليجون احنا اتكلمنا في البوليجون على كذا حاجه، اتكلمنا على الاكسترود، خلينا نتكلم على الاوتلاين. طب اقول لكم حاجه، خليني اغير شويه في البتاع اللي قدامي ده، او اشيله واعمل واحد تاني عشان انا مش عايزاه بسيجمنتس خالص. خلينا نصفر كل الكلام ده خلاص. خليني بقى ايه اكونفرت لاديتبل بولي واروح للبوليجون وايه، وهعمل له شويه لعب كده. هعمل له مثلا اكسترود حبه لفوق كده، وبعدين هاجي على اعمل سيلكت على السايز ده مش عاجبني اصلا، خليني اصغر السايز ده هنا شويه كده. كده مثلا خلاص، وخليني ارجع تاني للبوليجون وهسيلكت شوية البوليجونز دول. طبعا مش هيتسلكتوا لان انا عاملة ويندو، فلازم اعمل كروسنج وهسلكت دول وهقول له اكسترود. وقلنا ان انا سواء الاكسترود او البيبل انا ممكن ليا اختيار عشان انا عاملة لفوق. طيب خلوني اسلكت دول بس اهو. الاكسترود هنا بعمل انا سيلكت على حاجات غلط ليه كده، خليني كروسنج وخليني كده بالظبط. ايوه هما دول اللي انا عايزه اعمل لهم اكسترود خلاص. الاكسترود ممكن زي البيبل بالظبط، يا اما يكون
باي جروب يا اما بال بالبوليجون. ففي حاله البوليجون بيمتدوا بالمنظر ده زي بالظبط البيفل اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. ازود طولهم شويه وبعدين هعمل اوكي. وبعدين هنتكلم هنا على حاجه اسمها اوتلاين ما اتكلمناش عليها قبل كده. هسلكت ال البوليجون ده وهعمل له اوتلاين. اوتلاين بيسمح لي ان انا اصغر الحجم بتاعها بتاع البوليجون الواحده من غير ما ليا دعوه بالهايت. هو بنفس الهايت بس هي مساحتها بتصغر شويه. طيب وبالنسبه للانست قلنا الانست بتخليني اعمل بوليجون تاني داخل يعني مع تغيير الحجم، يعني بغير الحجم بس بعمل بوليجون تانية. تمام، يبقى انا كده عملت مجموعة من البوليجون التانية هي البوليجون دي، وطبعا بسبب وجود البوليجون دي فتوجدت كمان الاربعة بوليجونز دول. جميل جدا. طب نشوف بقى الموضوع اللي هو ايه هينج فروم ايدج دوت عبارة عن ايه. انا بعمل سيلكت على البوليجون دي اوكي، وبعدين بروح رايحة فتحة ال ال المنيو الصغيرة دي واروح تحت هنا وبيقول لي بيك الايدج اللي هتعملها اللي يعني زي يكون كده بيعلق البوليجون دي فيها. انا هعمل بيك على ايه؟ على دي. فبيروح عامل لي ايه؟ بيروح عامل لي الحتة دي كده. بقول له انا عايزة شوية عايزة الزاوية دي تزيد، وفي نفس الوقت عايزة السيجمنت تزيد كمان. فانا كل ما ازود كده شايفين بيحصل ايه؟ عارفين التاندا اللي هي بتبقى كفر كده فوق الشبابيك والبلكونات بحيث تحمي من الشمس، بتبقى كفر بلاستيك كده بيحمي من الشمس وبيحمي من المطر، حاجه شبهها. تمام اهو اوكي، شايفين المنظر عامل ازاي. طيب ما تيجوا نجرب بقى نعملهم كلهم، هنعمل واحده كمان اهي. طبعا انا عشان ما عملتش ما اخترتش ال اهو تمام كده، وبعدين اخد اعمل اوكي، وبعدين اخد دي واختار الايدج بتاعتها. طبعا هو بيجري كده ليه؟ لان هو بيروح للايدج اللي كانت عامله لها سيلكشن قبل كده، فلازم اظبط الايدج اللي انا بختارها. وادي الرابعه بتاعتنا اهي، اعمل اوكي، وبعدين الرابعه بتاعتنا اهي، واختار برضو الايدج الصح بتاعتي. طبعا ما اخترتهاش صح، خليني اختارها مظبوط كده. مش ليه كده؟ انا اخترت بوليجون غلط اهي. مش عارفه هو ليه دي مش راضي يعملها في الايدج الصح ليه، انا مش عارفه. طيب دي مش عاجباه، عشان انا مختاره اصلا واحده غلط، مختاره بوليجون غلط. انا كنت فاكره ان انا مختاره البوليجون الصح. ما علينا، مصر ان هو يختار بوليجون غلط، مش عارفه ليه مش قادرة افهم ايه المشكلة. ما في فكرة تانية ظريفة ان انا اصفر الحاجات دي الاول، عشان اقدر اختار مظبوط. هعمل كده اهي، ظبطت اخيرا والحمد لله. تمام كده اهو. تمام
طيب الزاوية ممكن تزيد شوية عشان تبقى شبه التانيين اهو. اوكي طيب دي ايه؟ دي حاجة برضو اوبشن من الاوبشنز الظريفة. اوبشن تاني كمان بقى عايزة اوريهولكو اسمه اكسترود along spline. الاكسترود عارفين اللي هو ان احنا بنعمل امتداد للبوليجون بتاعي في الاتجاه اللي انا بحدده. انما along spline يعني ايه؟ يعني انا برسم سبلاين او خط وبقول له اكسترود عليه. بمعنى خلينا نروح هنا ل اللفت فيو. خلينا في اللفت فيو خلاص، وهنروح رسمين خط، هنطلع بره كده ونروح على الشيبس ونجيب اللاينز ونرسم خط كده ايه وكفايه كده تمام. وبعدين نرجع تاني في البرسبكتيف، وادي الخط شايفينه فين؟ الخط تقريبا يكاد يكون في النص بالظبط. اوكي ماشي. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنروح على الشكل بتاعنا ونروح على البوليجون ونسلكت البوليجون ده ونروح على الاوبشن اللي اسمه اكسترود along spline. وهنبدأ اول حاجة بيقول لي pick spline. هنروح رايحين كده هنلاقي الكرسور اتغير، هنروح ماشيين بالمنظر ده، هنلاقي المنظر العجيب ده. طبعا شكله غريب جدا لان انا ما عنديش segments كفاية عشان يبقى شكله smooth enough. يبقى انا هزود segments اهو تمام. شايفينه بقى ناعم ازاي؟ لا ومش بس كده، ده انا ممكن كمان اعمل شوية تغييرات بالاوبشنز دي. يعني ممكن اعمل له تيبر اهو، ممكن اعمل له اغير شوية في السمك بتاعه. ممكن كمان اخليه يلف معايا، يلف بالمنظر ده. بس على فكرة القيم دي مش من القيم اللي قابلة للتحريك، يعني انا ما بقدرش اعمل انيميشن على الحتة دي. ممكن انيميت من بطرق تانية بس مش من هنا. خلاص ممكن انا اعمل مثلا كده وابدأ اصغر شوية كده اهو مثلا، يعني اصغر كده بدقة شوية عشان ما تفلتش مني اهو. ممكن ده اتخن كده شوية وبقى عندي المنظر اللي انتوا شايفينه ده. اوكي طيب ممكن بقى اديله حاجة كده في الاخر، اعمل اوكي واديله حاجة في الاخر كده تنعم لي الدنيا كلها، اللي هي وهنتكلم عليها بالتفصيل كمان شوية. اللي هي subdivision surface، ونخلي use nerves ونديله ال attrition بالكتير قوي ما يزيدش عن 3 علشان الدنيا ما تضربش مني. وهنشوف المنظر العجيب ده بقى زي ما انتوا شايفين كده، هذا الشكل الايه، يعني ممكن يكون كائن فضائي مثلا، ممكن يكون ايد حنفية بشكل ما. خلينا نشيل الجي كده وخلينا نعمل نرندر ونشوف المنظر العجيب ده عامل ازاي. تمام ممكن نكبر حبة اهو، وبقى شكل very organic. بعد ما كان شكل مضلع وغريب بقى شكله organic جدا، يعني ممكن يبقى كائن حي يعني. تمام اوكي. كل ده كان بادئ ايه؟ كان بادئ
بوكس اهو. لو احنا عملنا كده برضو ممكن يكون حاجة شبه الكوبرا شوية، او يعني ممكن يكون كائن فضائي، يعني ممكن يكون ليه توظيف في حاجات كتيرة يعني. تمام اوكي. قبل ما انسى، كان في نقطة ممكن نزود نقط على السلايز طبعا ممكن، وهقولها لكم حالا. خلينا نجيب هذه الشخصية الخرافية على جنب ونعمل كده بوكس سريع، خليه يجي كده، ونعمل مثلا بوكس عشان اوريكم ان احنا ممكن نزود اي عدد من ال vertex على الشكل بتاعنا اهو. انا هنا مثلا كده هنعمل F4 وهنروح على ال vertex. وفي عندنا هنا اهو عندي create، وبروح اقرب شويه كده مثلا اهو. بس دي لا مش كريت اللي انا عايزاها على فكره، ثواني. لا عندنا لا كريت دي بتطلع لي حاجات من بره. راحت فين؟ استنوا كده. لا ثواني. كريت هي اللي بتطلع لي النقط بره فعلا زي ما انا قلت. هي ممكن تتعمل ب لا لا في حاجة ليها، انا فاكرة كويس ان في ليها بأد فيرتكس، انا متأكدة دي، انا متأكدة منها. خلوني ادور عليها. remove دي remove vertex connect remove isolate اتاتش ديتاتش، انا فاكره كويس ان هي موجوده، انا فاكره كويس ان هي موجوده، بس خلوني بقى ايه ادور عليها. صور مش لاقيها، غريبه. remove break طب حد يفكرني بقى من الناس اللي ايه، من الناس اللي عارفة المكتب. كويس، لان انا فاكره ان في حته بنحط منها نقط زياده. فانهي
باترن كبير يا رب، هي موجودة في مكان ما اهي كده الحمد لله، رغم انها باترن عريض لوحده وانا اللي مش شايفاه. اي خلاص خلاص اهي 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 في اهو insert vertex اهو، بس كده بمنتهى البساطة خلاص. بس هي يا جماعة خدوا بالكم بانسرت الفيرتكس، خلينا نشوف بقى في بقية الحاجات اهو. طب ثواني بقى كده، خلاص خلاص انا هقولها لكم دلوقتي، خلاص خلاص الحمد لله وصلت. طيب دلوقتي حسب انا عايزة انسرت الفيرتكس لوحده ولا انسرت فيرتكس مع البوليجون اللي بيمتد منه. لو انا عايزه انسرت فيرتكس لوحده يبقى انا هروح على الايدج، مش من اول الايدج، ممكن نلاقي انسرت فيرتكس اهي اهي، نحط الفيرتكس مش شايفين كده، بصوا اهي فيرتكس محطوط لوحده. خلينا نغير اللون الازرق ده علشان ايه الدنيا تبان اكتر. اوكي اهو اهو انا بحط فيرتكس من غير ما يمتد منه سيجمنت على اي سيجمنت انا حباه خلاص. انما في حاله ان انا عايزه الفيرتكس بتاعي يخرج منه سيجمنت كمان، يبقى انا هحط انسرت فيرتكس من البوليجون. انا لو حطيت انسرت وانا في البوليجون، لو حطيت لو مش لا قريبه منه مد سيجمنتس ووصل ما بين كل الفيرتكس اللي انا عملتها والفيرتكس الاخرى المحيطه بيها. تمام كده، فمعلش يا جماعه انا ايه تاهت مني الحته دي، والحمد لله لقيناها بالسلامه الحمد لله. تمام كده، طيب في الايدج وموجوده في البوليجون وبس. لا وفي هنا برضو في الايه في الاليمنت، خليني اشوف في البوردر. لا البوردر مش موجود، يبقى هي موجوده مش موجوده في الفيرتكس، مش موجوده في في البوردر، موجوده في الاليمنت والبوليجون والايدج خلاص. يبقى احنا المهم ندور عليها في الحته الصح، هي دي اللي لخبطتني. خلاص وصلت كده يا جماعه. تمام، هو مين كان بيسال على الموضوع ده اصلا؟ ايوه تمام كده. طيب الحمد لله جميل. طيب ندخل بعد كده في اخر حته عايزه اتكلم فيها النهارده. نقفل تاني الشات بس كده. نقفل الشات ونشيل ده بلاش element كده، خلينا كده ونشيله. ونروح نعمل والله انا عايزه اخلي هذا الكائن العجيب، خليني ايه اعمل سيف و احنا فين اصلا. خلينا نسميه alien مثلا، سيف، وهنفتح واحد جديد، هنعمل reset yes. ليه error؟ ليه؟ اي
انا عرفت ليه عمل ايرور، عشان الاتريشن عالي، كان لازم اخلي الاتريشن 2 بس. ما علينا. طيب خلينا نفتح من تاني. ايوه تمام كده. طيب هنعمل بوكس، نزود بس الايه الهايت شويه، وبعدين هنعمل convert to editable poly، وبعدين هنروح هنعمل حاجه اسمها use نيرمز. اول ما عملت use نيرمز دي خليهم ايه ديها 2 او خليها 3 طالما ايه لسه، وخلينا نشوف ال ايوه كده اهو تمام كده. البوكس هنا تحول لي للشكل الناعم ده، هو هنا بيزود لي زي شبكه من السيجمنتس الخفيه اللي بتخلي لي الشكل بتاعي يبقى ناعم بالمنظر ده. في حاجه هنا خلينا في البوليجون، اول ما بفتح البوليجون هنا بلاقي ان عندي بوكس لونه اورنج. البوكس دوت بيقول لي ان في معمول القصه بتاعه السب ديفيجن سيرفيس، وفي عندي هنا حاجه مهمه قوي اسمها ويت، خليني ابص لكم عليها راحت فين. انا اهو شوفوا لما بعمل سيلكشن على البوليجون الواحده بيبان لي قد ايه هي متقسمه لتقسيمات جواها، رغم انها في الوضع ده مش باين، رغم ان انا عامله F4 ما بتبانش التقسيمه دي غير لما اعمل سيلكشن لواحده من البوليجونز بتاعتي. طيب خلينا ايه خلينا في الفيرتكس الاول تمام، وخليني اعمل سيلكشن على الفيرتكس. لو احنا لاحظنا على فكره يا جماعه هنلاقي الفيرتكس هنا اهو ما بقتش على سطح الاوبجكت نفسه، بقت على المربع من بره او المكعب ده من بره. خلاص. طيب عندي حاجه اسمها ويت هنا، الويت هنا بتخلي لو انا بكبر الويت كده زي ما انتم شايفين المنظر عامل ازاي، بتخلي الويت كده بيزيد. انا كل ده عامله سيلكشن للفيرتكس دي، الويت كبره او صغره بيحدد لي مدى تاثير السب ديفيجن دوت على الفيرتكس بتاعتي، بمعنى انها كل ما الويت دوت يزيد كل لما السطح الجسم بتاعي بيقرب من المربع اللي بره، فمعنى كده ان التأثير السب ديفيجن قليل، انما لما الويت دوت يقل بيبعد سطح الجسم بتاعي عن النقط الاساسيه او المكان الاساسي للفيرتكس بتاعتي، فمعنى كده ان تأثير السب ديفيجن ده بيبقى كبير تمام. فانا من الويت دوت انا بقدر اتحكم في الانبعاج بتاع الشكل بتاعي بناء على القرب او البعد من النقطة الاساسية اللي كان فيها تمام. طيب هنرجع الويت تاني هو
او اخليه 1. طيب وهنا برضو هنخليه 1. تمام. وهنبدأ نشوف إذا كان ممكن نشتغل ونعمل نفس الحاجات اللي احنا كنا بنعملها قبل كده ولا، زي مثلا الاكسترود والبيفل والحاجات دي، ونشوف تأثير الاكسترود والبيفل في ظل ان انا عاملة سب ديفيجن سيرفيس بيبقى شكله عامل ازاي. احنا هنا هنروح للبوليجون وهنختار مثلا البوليجون دي وهنقول له اكسترود ونشوف شكل البوليجن حصل لها اكسترودجن ازاي. بصوا شايفين المنظر عامل ازاي؟ لا احنا هنا بنتحرك بطريقه مختلفه خالص. يعني لو انا عملت مثلا بيفل كده، خليني اهو مثلا كده، او عملت بيفل اللي جوه شوية اهو مثلا كده، شايفين المنظر اداني تأثير مختلف خالص خالص، غير لو ما كانش الموضوع ده موجود، موضوع السب ديفيجن سيرفيس. يعني ممكن كده اعمل مثلا التورش اللي هو الكشاف بتاع الإضاءة، ممكن هنا أعمل مثلا حتة فيها الزرار بتاعه، أو ومن تحت أعمل حتة فيها الفتحة بتاعة الحجارة. فأي شكل بيخضع للتأثير بتاع الـ subdivision surface ممكن أبدأ أشتغل عليه القصة بتاعة كل التأثيرات اللي احنا اشتغلنا عليها دلوقتي، سواء ان انا اعمل اكسترود او بيفل او لو مثلا انا واحدة من الايدجز مثلا دي مثلا هعمل لها حاجة زي شامفر مثلا بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو. حاجات كتيرة ممكن أقدر ألعب فيها طالما عندي الشكل بقى عامل في إيدي زي حتة الصلصال بالظبط، ما عادش في عندي زوايا حادة، بقى الموضوع كله شكله ناعم والتحكم فيه بقى بيديني نتائج مختلفة خالص عن الشغل والسب ديفيجن سيرفيس مش موجود. وده بيني وبينكو يعني من القليل قوي ان انا، او يعني الحاجات اللي حواليا اللي ممكن اعمل لها موديلنج اللي هي حدة الاطراف مش كتيره قوي في الحياه. يعني مش معظم الحاجات اللي حوالينا هنلاقيها فيها انحناءات والاطراف بتاعتها والحدود بتاعتها مش حاده قوي. فاستخدام السب ديفيجن سيرفيس ده مش قليل ابدا. ممكن نبدأ بيه وبعد كده نشتغل، أو ممكن نشتغل وبعد كده نختم بيه حسب احتياج الموديل اللي احنا بنعمله. تمام؟ هوريكوا حاجة أنا يعني لو عرفتوا تعملوها لوحدكوا يبقى خير، بدون مساعدتي يعني. أنا هوريها لكوا، خلوني أشوف أهو. دي مثلا دي طيارة جت، تمام. انا هوريكم الريندر بتاعها. دي بمنتهى البساطة كانت بادئة ببوكس متقسم ثلاثة، الجزء الوسطاني شدينا منه الجناحات زي ما احنا شايفين كده، الجزء الاخير عملنا
طبعا تقسيمه، لان هو كانت من فوق مفيش سيجمنتس كفايه، فعملنا انسيت وقسمنا سيجمنتس زياده عشان نعمل الجزء العلوي من الديل، وحركنا الفيرتكس عشان بدل ما تبقى كلها فوق بقينا شويه فوق وشويه يعني ليها قاعده وليها ارتفاع. عملنا الجناب بتاعة الديل، دخلنا بالإكسترود الجزء بتاع المحرك، ومن هنا برضو نفس القصة دخلنا بيه وشدينا الجزء ده بالإكسترود وصغرناه عشان يعمل بوز الطيارة، وعملنا شوية تقسيمات علشان يعني زودنا نقط في الجزء ده علشان يعمل الكابينة بتاعة الطيار، وبعدين عملنا الصواريخ بتاعة الطيارة دي من اسطوانة عادية خالص، وبدأنا نقسمها زي ما احنا شايفين بالمنظر دوت علشان تعمل الأجزاء دي بتاعة الصواريخ، وشدينا البوز بتاعها علشان يبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. قعدت اتسلي فيها امبارح بالليل كده، وقلت اوريهاكم النهارده. والفايل ده انا هحطه، هبعته لعمرو يحطه على المنتدى، اي حد عايز ينزله، ولو كانت الامور سهله وعرف طبعا لو شاف الواير فريم ممكن يشتغل بسهولة. وأنا على فكرة حطيت بعد كده موديفاير اسمه سموث، الموديفاير ده غير تربو سموث. تربو سموث بينعم لك الدنيا خالص، إنما سموث هنا أنت بتتحكم، بتفضل تزود في التأثير بتاعه عشان يخلي حاجات حادة ويخلي حاجات ناعمة حسب الرقم اللي موجود هنا. فأنا هبعت لكم الفايل ده، و يعني هشوف كده الناس هتقدر تخرج حاجة زي كده، وممكن تكون أروع بكتير، لأن أنا على الرغم من إن النجف في المنتدى مش كتير، بس كان في حاجات إبداعات ما شاء الله يعني عليكم. كده إحنا خلصنا النهاردة، وحد محتاج أي سؤال؟ أستوب الشير بقى. انا والله كنت يعني قلت ان احنا فعلا ايه، انا هديه لكم وكل واحد ينزله ويحاول يشوف هيقدر يطلع الموضوع ده ولا ايه. المهم انتوا اتفقتوا بس مين اللي هيبقى؟ ايوه يا باشمهندس عاطف، انتوا اتفقتوا الاول مين اللي هيأسست الشباب بتوع التسجيل؟ ممكن السموز يتعمل على جزء من العنصر. انتوا سامعيني؟ هو الصوت شغال عندي ولا عند عمرو؟ عندي انا. هتدخل معايا بالصوت يعني عايز تتكلم في نفس الوقت؟ طب اتفضل يا عم. انا قلت للناس يا جماعه لو سمحت نقول قدام مرام سمره عشان تكون سامعاني. يا جماعه ابتداء من المحاضرات يوم الاثنين الجاي لو ما كانش عندي اثنين او ثلاثه هيساعدونا، ما حدش بيطلب مني يقول المحاضرات ما نزلتش ليه، تنزل براحتها بقى لما الناس تبقى تخلص، او ممكن ما تنزلش. هو طبعا يعني انا فعلا انا على اساس صراحه انا ما كنتش عارفه، معلش يا عمرو ثواني، انا ما كنتش عارفه بصراحه المجهود الرهيب اللي الناس بتبذله لغايه لما عرفت ان هم فعلا يعني بيعملوا شغل الله يكون في عونهم. يعني احنا محاضراتنا ومحاضراتنا الثانيه ومحدش بيأسست خالص، فلا طبعا يعني لو حد يعني كمان بيفورس ذم ان هم لازم تنزلوا المحاضرات دلوقتي، لا صعب.
اتفضلي يا باشمهندسة نجوى. طيب، في ناس فعلا ظروفها لا تسمح، بس يعني هنا معانا الأستاذ أبو بكر الطوع معانا. في حد تاني؟ والسلام. جزاكم الله خيرا كثيرا والله، ربنا يكرمكم جدا. وباشمهندس عاطف كمان. طيب، يبقى انتوا الثلاثة طلبت منه انك والله هو يعني عمرو بصراحة انا مش عارفة هو بيجيب وقت منين، يعني انا معلش اعذروا عمرو يا جماعة، لان عمرو مشترك في كمية حاجات وكلها كلها لوجه الله تعالى، فمعلش اعذروه. انا نفسي ساعات بلقى العافية يعني، فمعلش اعذروا عمرو لو معلش يتابع بسهولة مع الناس، بس الموضوع ده بالذات يعني هنحاول ان شاء الله نحله بسرعة علشان يبقى معروف ان في اكس وواي وزد بيسجلوا فلان مثلا. جزاك الله خيرا يا باشمهندس عاطف. هيبقى معروف ان فلان ده بيسجل، فلان ده مثلا بي باك اب للتسجيل، فلان ده مثلا بيعمل مونتاج، الحد اللي عنده النت اسرع يقدر او بالتناوب وات ايفر، الحد اللي عنده النت اسرع يقدر يرفع على المنتدى او على اليوتيوب. فربنا يكرمكم علشان بس الدنيا تبقى ماشيه بسلاسه ونقدر نكمل الكورس ده على خير، والناس اللي ما بتحضرش معانا واخده انها بتشوف المحاضره على اليوتيوب باستمرار تقدر تكونتينيو معانا. وفعلا والله التعاون هو ده اهم حاجه والله، يعني وكل واحد بيتعاون لوجه الله والله ما يتخيل الخير اللي ربنا بيرزقه بيه يعني بعد ذلك يعني. فأنا متشكرة على فكرة. السؤال بتاع الموديفاير يتطبق على جزء من أنا مش فاكرة بصراحة مين اللي سأله، موديفاير يتطبق على جزء من الأوبجكت، دي فيها قصة، في قصة في الموضوع ده، ما نتكلم على الموديفايرز لان احنا كده كل شويه بندخل موديفاير نشتغل بيه كده عشان احنا محتاجين له، بس احنا لينا يمكن محاضره او اكتر هنتكلم على الموديفايرز، على كذا موديفاير، وان فعلا ممكن موديفاير يتطبق على حته معينه من الاوبجكت ونطبق موديفاير تاني على حته تانيه من نفس الاوبجكت. فما تقلقوش يعني، ايه واحدة واحدة إن شاء الله كل حاجة في دماغك، وإن شاء الله اللهم المستعان يا رب هنكملها. وأنا لازم أسيبكم عشان أنا سبت مجلس الشعب على نن عيني علشان أشتغل معاكم، فعايزة أروح أشوف إيه اللي بيحصل دلوقتي عشان المجلس ده اللي إحنا مستنيينه بقالنا سنين يعني. فبيتخانقوا؟ ما هو ده المتوقع، ده طبيعي يعني، ده طبيعي جدا يعني. ربنا يستر، ربنا يستر. خلاص، اول انا شاكره ليكم جدا وربنا يسهل ان شاء الله. كده يبقى في محاضره يوم الاربع. يا ريت you did not miss something important. I did not ولا I did، يعني ما فوتش حاجه مهمه؟ لا مش فاهمة يعني، ما فوتش حاجة مهمة؟ دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة يعني؟ مش فاهمة. البرلمان. فهمت. ما فوتش حاجة مهمة، ربنا يهديهم والله، بس ربنا يهديهم. اوكي خلاص، عموما يا رب، اللهم امين يا رب، ونعدي اللي احنا فيه ده على خير يا رب باذن الله. خلاص، استودعكم الله يا جماعه، وان شاء الله نتقابل يوم الاربعاء. لو
يعني عدى كده، لو كانت الدنيا بالنهار كده، الدنيا من الصبح لغاية بعد الكورس مفيش كوارث، هنشتغل وربنا يلطف بينا جميعا. أسيبكم بقى، يلا السلام عليكم. وبعد كده عندي شوية كلام عايز أقوله، بس هاخد الغياب الأول، لأن الغياب أهم. الغياب بعد الغياب اللي هقول اسمه وحضر المحاضرة اللي فاتت يكتب لي واحد واتنين، يكتب واحد اتنين جنب بعض، يكتب واحد اتنين جنب بعض. عليكم السلام يا أستاذ. ماشي حاضر، بعد إذنكم اللي هنده اسمه وحضر المحاضرة اللي فاتت هيكتب واحد واثنين، حضر المحاضرة دي بس هيكتب لي واحد فقط. بعد إذنكم محدش يكتب أي حاجة دلوقتي إلا خلص الغياب، وبعد كده كل الأسئلة هتبقى بعد. هننجح جازي؟ محمود، أسماء، أسامة، مصعب، رضوى، واحد بس محمود فتحي، انجي فاطمة، المنيو 7، انجي رضا، معلش محمود انا بس عايز اتاكد من الغياب عشان خاطر حصل عندي مشكلة في ملف الاكسل، فيعني عايز اتاكد ان كل الناس واخدة حقها، مش عايز ابقى ظالم حد. انجينير مريم شوقي، مريم شوقي، احمد جلال، انجي عاطف، معتصم، طيب محمد دياب، شيماء خيام، اي ام جي خيام، واحد اثنين. اي ام جي موجود يا جماعة؟ طيب خيام، محمد رافض، استاذ نور جمال، أميرة جمال، تمام، إبراهيم، حسام، سارة، محمد، حسام، حسام، حسام طبعا مش موجودة، أحمد عبود، جميل، محمد الرسول، حسام، مال موجودة، تريو، زيزو، أركاء، عامر، زواد بالكم، محمد موسى، نور سمير، عماد، ناصر، محمد الدرديري، التلاوي، طيب. طبعا يا جماعه الاسماء اللي انا بقولها دي لاخر مره هقولها فيها تاني، انا همسحهم كلهم لان كل مره بقولهم ده دلوقتي مفروض، عشان لو بيشوفوا محاضرتي يعرفوا. انجي اسراء 2، سمير تركي، العريفي، العريفي بس، هيثم دوت كوم، كاربت، ناديه، نجمين، ابي امكان، انجنابه، انجنابه حضرته مشيت، نورة، ام ام، هشام، امام، رانيا، ميت. في حد ما سمعش اسمه يا جماعة؟ حد موجود ما سمعش اسمه؟ اعتقد كان في استاذ انا محمد دياب، انا قلت اسمه حضرتك ما قلتش اسمه. طيب سلام. حضرتك محاضرتين ولا محاضرة واحدة؟ الاثنين. طيب تمام، لسه حد ما سمعش اسمه؟ سجلت، هقفل بقى الشيت عشان ما فيش حاجة تتمسح. سيف استاذ،
الشخصيه ما بيننا احنا، انما الغياب بتاع المنتدى ده حاجه الكترونيه بتتحضر، لو اللي بيحضر تلت ساعه في المحاضره كاملين ورا بعض وبيسجل حضور في المحاضره وبياخد الشهاده عشان بيتحسب له 80% من المحاضره او 70% تقريبا من حضوره. انما انا شخصيا الغياب اللي انا برضه ده حاجه خاصه بيا يعني. الاستاذه اللي انا كانت طيب سجلها لا معلش انا عايزك لحظات يا معلش خليك معايا دقيقة. يا جماعة بالنسبة لموضوع التسجيل حضرتك ممكن تسجل نص ساعة بس من المحاضرة، بس النص ساعة دي نكون احنا محتاجينها جدا. حضرتك ممكن تسجل نص ساعة نكون محتاجينها، بمعنى ان انا مثلا ممكن انا اسجل ساعة ونص الاولانيين فيجي النت يفصل عندي، فواحد تاني يسجل نص ساعة الى اخر النت فباخدهم منه واعمل لهم مونتاج بركبهم على الساعه ونص الاولين يبقى احنا كده عندنا محاضره كامله. انا بطل العجل عشان كده، عشان لو واحد حصل عنده دروب في النت هو كان بيسجل فالتاني يقول له لا ده معايا الكسور الاخرين ناقصين عندك خدهم وكمل بيهم. لو حد لو حد ما جاش يبقى في حد بديل، يعني انا بعمل كل احتمالات الكورس ممكن يعدي 6 7 شهور، مين فينا يقدر يقعد 6 7 شهور بدون غلطه؟ اللي يقدر يسجل ان شاء الله 10 دقائق يسجل ساعه ونص ساعه بس، على الاقل يبقى عندي على الاقل 4 5 مسؤولين عن التسجيل دايما، على الاقل عشان لو حد غلط ما اعتقدش ان الخمسه في وقت واحد النت هيفصل ومش هيقدر يجوا والكلام ده غير فيه ربنا ييسر. تمام؟ طيب لسه حد عنده اسئله يا جماعه؟ عشان والله اتاخرت على السبيل بتاعي. لسه ما عملش اسئله اتفضل عشان اشوف لو في حد لسه عنده حاجه فانا اقول. حاضر يا استاذ، حاضر يا فندم، اتفضل يا فندم. المشكله اليومين دول ان انا عندي بقيت ادمن لحاجه جديده في الضغين، حاجه جديده خالص هتبدا قريب. انا عندي اكثر من 500 واحد برسلهم من انجاز 500 واحد في وقت واحد مستحيل، انا بقيت اتكلم بال 10 وال 15 في وقت واحد. قول لي مين يقدر يعمل كده؟ قول لي مين يقدر يتكلم 15 واحد في نفس التوقيت؟ هو ده اللي بيخليني مش قادر ان انا اتواصل مع بعض الناس، او ان انا ما بردش، او ان انا مش ببقى موجود او كده. عشان كده احنا عايزين متطوعين، مش معقول هنعمل كل ده. وفي الاخر كمان تيجي الناس تقول لي اتاخرتوا. اتاخرنا ازاي يعني؟ هنعمل ايه؟ هو انا بس بوضح عشان الواحد بيبقى في قمه قمه يعني الانفعال في الدنيا، يعني الناس الموته نفسها. انا معايا ناس بتشتغل اكتر مني على فكره، انا شابتر واحد لحد انا قليل جدا بالنسبه لي، معايا ناس بتشتغل كتير جدا. فانا بقى الناس مضغوطه 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 مضغوطه، وجي حد يقول لهم انتوا اتاخرتوا في فصل المحاضره، طب هنعمل ايه يعني؟ الناس عندها امتحانات، والله العظيم الناس عندها امتحانات وسايبه امتحاناتها وبتطلع. ناس عندها امتحانات وسايبه امتحانات وسايبه مذاكرتها وقاعده ترفع المحاضره، ويجي واحد يقول لها او يقول له انت ما بترفعش ليه؟ او انت المحاضره اتاخرت؟ انا لو مكان اللي بيرفع ده انا هقوم مكنسل الشغل بتاعه واروح اشوف مذاكرتي احسن. صح ولا غلط؟ عشان كده انا بقول احنا عايزين نساعد بعض، والا انا شخصيا انا هقول للناس دي ما تسجلش، لان مش هينفع للناس دي تضغط على نفسها. طيب حد لسه عنده اي سنه؟ قبل ما اقفل على فكره انا قايل الساعة على الايميل، انا اللي هيشترك معايا هيبقى في تواصل ما بينه وما بينه، لان هيبقى في شغل كتير، فاللي هيضيفني بدل ما يبعت لي رسائل يا ريت يضيفني على الايميل، وانا لما اكون موجود هخش اكلمه ان شاء الله. تمام؟ يعني اللي عايز يبعت لي رساله على الايميل ممكن يبعت لي رساله، بس في نفس الوقت بعد اذنه ايا كان هو مين يضيفني على الايميل، عشان هيبقى في كلام، هيبعت لي كل مره اللينك هاخده منه وهقطعه احطه في المنتدى وهكذا، فهيبقى في تواصل. فارجو لو سمحت ايا كان هو مين يضيفني على الايميل. تمام يا جماعه؟ انا هنتظر دقيقه، لو ما جاش بقى خلال الدقيقه ما جاش اي اسئله في الدقيقه انا هفتح المحاضره. افضل واحد فيهم. ها؟ عليكم انا جالي ايميل يا فندم بس معرفش من مين، انا جالي ايميل لسه مشوفتوش، انا جالي ايميل لو سمحت اللي عايز كده يضيفني على الايميل.
الاعداد هيبقى في تواصل دائم. اي فندم اي فندم مش لازم تتفاجئ بيها. Thank you.